شوف الطيارة، شوف 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 تو هذا اوكي، وطيارة اخرى طارت. هذا اول مرة نشوف مطار بالطريقة هذه. شوف 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 المشاكل كالعادة كالعادة. لازم عمره مهيب ما يوصل هكا حمولة في دولة يعرفها ولا ما يعرفهاش وما تصيرش مشكل، لازم المشاكل دي ما تتبع فيه مهيب. شوف لي الجمال، شوف لي جمال الثلج. يا السلام عليكم الناس الكل، مهيب زهير ومرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم شباب احنا حاليا في فرنسا، تحديدا في باريس، وكيف ما تشوفوا الطقس كيفاش ثلجي وشتائي، زعما قلت صيفي وشتائي وكذا والدنيا كل شيء. الفيديو لليوم باش نحاولوا نوصلوا حمولة من فرنسا، ما نعرفش وين ماشيين بالضبط لكن باش نوصلوها من فرنسا. طبعا الشركة اللي باش نخرجوا منها هي شركة رينو، كونتريكت هنا فقط فهمتني، وتو ماشي لشركة أخرى باش نعبي منها حمولة ونقصدوا ربي. الشباب طبعا صديقي ما تنساش انك تعمل اللايك والشير والسبسكرايب باش تعاون الفيديو انه ينتشر لأكثر ناس. ما تقولش انا كي لايك كي نعملو كي بلاش، معناها انت مهم على الاخر صديقي، بلايكك انت تتحسن القناه اوكي. وطبعا صديقي باش نحاول في الفيديو هذا باش نطبق الاشارات نتاع المرور بحذافيرها. طبعا احنا في مدينه باريس حاليا، خليني نخدم المساحات. طبعا العلامه هذه تدل على اني عندي الاولويه، فهمتني، هي مش ظاهره بالضبط على خاطر شتاء والكل، مش شتاء ستوب، انا خليني نحبس، ماهيش ظاهرة على خاطر ثلج. الثلج كيف ما تشوفوا يكسو شوارع باريس والكل كذا، يعني ثم بعض العلامات ما تظهرش. خليني نستنى بالمكان هذا، هم عندهم الأولوية أقصد ربي صديقي. نستنى فيك أنا مستني، تفضل تفضل تفضل. تسلا السيارة هذيك الثانية والثالثة ما نعرفش شنو، أي عادة تعدى صديقي، واحد يحترمكم ويحشم على روحه. تفضل لا تفضل، تو باش يمشي ولا ماكش ماشي؟ اوكي يمكن باش يدور على الجهة هذي ذاك علاش بس اوكي، خليني نقصد ربي اوكي تنحت. نفد من العلامات اللي تطلع الجانبية انا، نوتيفيكيشنز فهمتني؟ اوكي خليني اسمع صوت الشاحنة كيفاش هكا عجلاتها تزلق بالثلج والكل، اوكي. تو نجمو نزيدو شوية في السرعة، نجمو اوكي نقص 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 الأولوية لسيارة الحماية والكل. وحتى كان ما هي سيارة حماية الأولوية لها، على خطر في الدوار هذا أو الرومبوان الأولوية للسيارات اللي دخلت في الرومبوان، والأولوية ما عادش تولي باليمين تولي باليسار في الرومبوان. اوكي منك تتفرج منك تتعلم السياقة صديقي مع مهيب. خليني نشعل الإضاءة خطر طبعا مهمة، لازم في الأجواء أصدقائي، في الأجواء اللي تبدأ الثلجية ولا المطارية والكل، لازمك تستعمل أضواء الطريق، ما تستعمل مش أضواء الطريق، استغفر الله غلطت، أضواء الوضعية مش أضواء الطريق. أضواء الطريق هي كل تخلي لك الضوء قوي يوصل أماكن بعيدة فهمتني، أضواء الوضعية هي كل تسطع لاطة فهمتني، تستنى تستعملها. اوكي نجم نقصد اوكي ما نجمش نجمش نعطي الاول، وتفرج تفرج الكاميون كيفاش تحسه يزلق بكل القدام والثلج المتناثر والكل. نخلي الاولويه ليه، طبعا المثلث هذاك العلامه تاع المثلث اللي تعدينا عليها شباب هذيك تدل على اني لازم نخلي الاولويه لليمين ولليسار. اوكي هاد العاد انطلق صديقي، صحيح ثلج وكذا والدنيا لكن مهما يكون ازرب شويه. طبعا احنا في دوله باريس شباب، علاش نحس الشاحنة هكا تكبش؟ شوف الثلج كيفاش يتناثر. فوالا كي تجي باش تمشي الشاحنة ما تقولش لي انا اوكي ماشي باني مستعمل الفرامل اليدوية، على خاطر كل ما نجي باش نمشي نحس هكا الشاحنة تكبش. اوكي نجم نجم نمشي نجم، ما عنديش علامة تقف يعني، اذا كان عندي امكانية اني نمشي نمشي. اوكي طبعا باش نلفوا على الجهة اليمنى، نواصلوا من الجهة اليمنى. تعدى صديق عندك انت الاولوية ونرجع من المكان هذا. اسمع اسمع شوف الشحن كيفاش تزلق تحس. اوكي لازم ما نفوتش ال 50، وطبعا كي يبدا الطقس السيء في مناطق العمران تنقص السرعه ب 10 كيلومتر في الساعه، كي نخرجوا للمناطق الخارجيه وطريق السياره تنقص 20، يعني في المناطق الداخليه معناها في وسط المدينه لازمنا كي يبدا الطقس طبيعي نجروا في ال 50، كي يبدا الطقس السيء امطار وكذا والدنيا نولوا نجروا في ال 40. وقت نخرج من المناطق العمرانيه مثلا في طريق السياره انا عندي الامكانيه اني نجري في 110 فهمتني، مع المطر والكل نولي نجري في 90. اوكي احنا حاليا في طريق، شوف الطيارة شوف 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 تو هذا اوكي، والطيارة اخرى طارت. هذا اول مرة نشوف مطار بالطريقة هذه شباب، تعرفوا المطار هذا العباد اللي تمشي هكا لفرنسا الكل، تعرفوا المطار هذا شو اسمه؟ احنا حاليا في باريس، كان تعرفوا المطار هذا شو اسمه؟ قولوا لنا هكا في التعليقات باش نعرفوا الكل. اوكي خليني نغير شكل وش اسمها؟ السرعة باش نشوف السرعة تاعنا قديش، انا نعتبر توفيت السرعة.
خليني نحاول ما نفوتش ل 100 كيلومتر في الساعة ونشد يميني، لازمني ديما شد يميني، ما فيهاش هادي اني نجري برشا نشد على اليسار، ديما لازمك تشد يمينك صديقي. اذا كان جاتك مجاوزة لازمك تتجاوز على الجهة اليسرى، ما تتجاوزش على الجهة اليمنى. اوكي، ممنوع منع باتر انك تتجاوز على الجهة اليمنى. اسمع اسمع، صوت الشحنة كيفاش تكبش الكل. طبعا احنا حاليا شباب ماشيين المكان باش نعبوا منه الحمولة، ماهوش بعيد علينا برشا، حوالي 100 كيلومتر والكل. استمتعوا هكا بالمناظر متاع الثلج والكل. طبعا لازمني نتجاوز، خليني نمشي، ما نسيت ما استعملش اضواء تغيير الاتجاه. نايس نايس نايس، مهم. اوكي، اسمع اسمع صوت الشاحنة. مشكلتها الشاحنة كي تبدا تجري وحدها، اول ما نحي ساقي على السرعه، معناها اول ما نحي ساقي على البنزين، على طول الشحنه تتوقف. اسمع اسمع، تبدا تفرني وحده. شو شو، اسمع اسمع، ريت برغم اللي شو شو، ركز 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 ركز، شوف والعجلات تبدا تدور، لكن تفرني، مانيش فاهم التكنيك بالضبط اللي في الشحنه هذه شنو بالضبط. طبعا شركه مرسيدس اكيد تعرف علاش عامله الشيء هذاك، ماكش انت اللي تعرف، الشركه الام يعني تعرف شنو باش تعمل. اوكي، طريق باش يصغر شويه لقدام يظهر لي، مانيش متاكد، باش يولي طريق ذو اتجاهين. اوكي، اتجاه واحد هو معناه. اوكي، والله تزلق السياره، راكم تشوفوا الثلج، شفت بلي الثلج شنو خلاني نعمل، والله راني مشغل الاضواء راه يا عمي الراجل، مشغل الاضواء يهديك ربي. اوكي، اشاره حمراء لنا، خليني نتاكد. اوكي، اشاره حمراء، نقص 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 نقص. طبعا قلت لكم باش نركز على الاشارات في الفيديو هذا. اوكي، وطبعا الاشاره هذيك، الاشاره الخضراء معناها الاشاره الاضواء هذيك تمنع، يعني الاشاره تحت الاشاره الخضراء تحسك المقروض هذيك، وفي وسط زيد مقروض اخرى صفراء، هذيك تبين لك اللي انت عندك الاولويه في برشا مفترقات القدام. لكن اذا كان تبدا الاشاره هذيك ومعها اضاءه تخدم، تولي لازمك تتبع الاشاره، الاشاره دي الاشاره الضوئيه اهم من العلامات، فهمتني؟ وقت اللي تبدا الضوء برتقالي، برتقالي رفاف، يعني تشعل كان بالبرتقالي، معناها مش معناها كانت حمراء ولت برتقالية، ولا كانت خضراء ولت برتقال. والله السيارة ما كانتش موجودة خلاص، شفتوها السيارة اللي كانت بجنبنا، ما انا ما كنتش رافعها خلاص من الثلج هكا والكل. قلت لكم شباب اذا كان يبدا برتقالي رفاف فقط، يعني العلامة نتاع المرور هذيك الضوء، العلامة الضوئية ما تخدمش، يعني لازمك تتبع العلامة هذيك اللي هي علامة أولوية ذيك، اللي أنا عندي الأولوية في برشا مفترقات. أوكي، طب خليني نلف من المكان هذا، تبع طبعا صديقي في الخريطة ذيك صديقي. نقولوا لي الناس اللي ماخذين هكا البيرمي، أنا مازلت مانيش ماخذ روح، فهمتي؟ هكا نتعلم في حاجات هكا والكل، فهمتني؟ قولوا لي ماخذين البيرمي والكل، قولوا لي كلامي صحيح ولا غلط. طبعا أنتم البجلة بيكم، يعني سوق الشاحنات والكل، عندي برشا ناس يتبعوا فيا سوق الشاحنات والكل، هكا أنصحوني شنو لازمني نعمل، شنو ما لازمنيش نعمل والكل، فهمتني؟ نقرا التعليقات الكل ونعمل لكم قلوب صديقي. وإذا كان وصلت اللحظة هذه من الفيديو، ما تنساش أنك تعمل لايك، اللايك مهم على الآخر صديقي. تعرف باللايك متاعك انت لازمك تعرف اللي باش تجيب برشا ناس يتفرجوا في الفيديو من جراء اللايك متاعك، اللايك مهم على الاخر، اسمه تفاعل هذاك، اللايك ولا ديزلايك، اذا كان ما عجبكش الفيديو تنجم تعمل ديزلايك ميسيرش، لكن خوك راني اعمل لايك، اعمل لايك خوك راني. اوكي، خليني نشغل الاضواء لنا، ما ثم حتى واحد في الرون بوان، معناها نجم نقصد ربي. المثلث المقلوب هذاك يعني لازمني نعطي الاولويه لليمين ولليسار، اذا كان ما ثم حد نجم نقصد ربي، نعطي الأولوية مش بالضرورة أني نحبس، فهمتني؟ أما علامة ستوب لازمك تحبس وتعطي الأولوية لمين واليسار. هنا مثلا المثلث ذاك يعني لازم نجم نتعدى عادي، معناه ما مش بالضرورة أني نحبس، فهمتني؟ علامة أولوية فقط، تركبت على الرصيف شوي صديقي. افتح الباب، افتح لي الباب، أنا وصلت للشركة. يلا أوكي، شوف بسم الله ما شاء الله كمية الحموليات هذي الكل تستنى في السائقين باش يوصلوها. طبعا أنا هذه هي الحمولة متاعي، اللي هي هذه. اوكي، الحمد لله في اول الشركه، ما عينيش هكا ندخل الشركه برشا، ندخل الشركه ونبقى لوجع الحموله نتاعي على طول، هكا نركب الحموله نتاعي. تو كي باش تركب الحموله شباب، الشاحنه باش تولي اكثر رساوه على الطريق، على خاطر باش تولي ثقيله، اكيد الشاحنه تعرفوا اللي فيها هورس باور عالي والكل، تولي ما كي تبدا ماهيش حامله حموله، تولي ماهيش راكحه في الطريق، تولي تحسها تزلق، تحسها باش تطير بيك الشاحنه، كي تبدا مركب فيها حموله يولي جوك طيب يعني. اوكي،
نحي الحمولة هذه ونقصد ربي. اوه ما كبرتش الطريق، غلطت. ميساش اوكي لحظة، خليني نتأكد منها كيفاش. شوف موجودة في مكان هكا، لازمني نشوف علم فلسطين. طبعا شباب قلت لكم علم فلسطين مستحيل يفوتنا والكل. يال نايس تو نتوقع نجم. اوكي تعديت بطريق جيد، نشد طريقي اليمين. طبعا الحمولة ما لازمش تحك ولا حاجة. يال ملازمني نتعدى من الطريق هذا. يال اوكي، وباش ندور على الجهة اليمنى ان شاء الله تكونوا تشوفوا فيها الخريطة شباب، ولا تعرفش كيفاش. نكبر لكم فيها شوية، شتولت وخزره. جاي نورون بوان اخر في الامام، واحنا باش ندوروا على الجهة اليمنى. نجم نتعدى عادي، ما ثماش شكون هكا جاي منا، يعني نجم نتعدى جوي طيب. اوكي يال تو شدينا طريقنا بالحمولة متاعنا شباب، ركبنا الحمولة متاعنا في الشاحنة متاعي. توقع زين ربي، طبعا باش نوصلوا الحمولة المكان اللي باش نوصلوه لها يبعد علينا حوالي 190 كيلومتر، يعني فصلان ماهوش باش يكون مسافة طويلة برشا. بسرعة والله نايس، جميلة باريس في هكا بالثلج والكل، بسم الله ما شاء الله. اوكي جيتنا لفة شوية وثلج والكل، اكيد احتكاك العجلات مع الرصيف بشوي يضعف بش ينقص، هذاك علاش لازمني نقص من السرعة، ما نجريش برشا. حتى اذا كان نكون عندي ثقة في الشاحنة متاعي والعجلات متاع الشاحنة متاعي اللي هي ماهيش محكوكة معناها، فهمتني، لازمني نمشي في عقلي. وطبعا عندي الاولوية بالله. ايش فهم؟ هيد لايتس. اوكي لحظة تو نتوقع جوي طيب. اوكي بار الهيد لايتس نتوقع تو يخدموا. مشكلتي مانيش الرابل بها لخاطر ثلج، حتى اذا كان مشعل الاضاءة مانيش نشوف فيها الاضاءة، فهمتني، على خاطر ثلج. نتبع الرومبوان هذا وندور من الجانب هذا شباب، ركز مع الطريق وندورو من يا عادي يا عم الشرطي. اش ثم شبيه هذا، يظهرين نستعمل في اضاءة خاطئة لحظة. اوكي نتوقع تو جوي طيب. اوكي ندور من الجانب هذا، تو احنا متجهين نحو طريق سيارة، يعني السرعة نجم نبدو نزيدو في السرعة. كان في اللفة هذه لازم ننقص شوية. وطبعا شباب اول ما يعرضكم طريق سيارة، هذا المسلك اللي انا تو نمشي فيه اسمه مسلك زيادة السرعة، تنجم هكا تزيد فيه السرعة في عقلك ومن بعد الدور، فهمتني. اوكي يعني السرعة طبعا ما محددة ب90، وهي المفروض مع الامطار هكا والكل والطقس السيء ما محددة ب90، نولوا لازم نجروا في 70 خاطر طريق السيارة تنقص فيه 20 كيلومتر في الساعة كي يبدل الامطار السيء، طريق السيارة والطريق البرة معناه. اوكي نقص اوكي نايس. اكسيليريا مهيب، يلا تفرج الطابور هذا الكل، تفرج السيد مسكين هز جرارات والكل هنا على الحمد لله هكا هز حاجة ايزي، وتطابور صعبة. تفتيش وكذا الحمد لله هذا كتعدى. توا انا حان دوري انا، فتشني هذيك ربي ماني هز حتى شي، هز حاجات مفيد نظيفة اقصد ربي. يظهري هذا ماهوش تفتيش، هذا شو اسمه استخلاص معلوم الجولان، يعني انكم تعرفوا كل وتروت الكل لازمك تخلص معلوم الجولان بتاعك. ناخذوا المسلك الايمن ونكملوا معاه، ما فيهاش صديق راهي غلطك انك تاخذ المسلك الايسر على خاطرك تجري، حتى كان تجري خذ المسلك الايمن، كي تجيبش الدوبل معناها باش تتعدى على السياره تشغل اضواء تغيير الاتجاه وتقصد ربي، تشغل اضواء تغيير الاتجاه قبل ما تبدا الدوبل، ولازمك تتاكد في المرئيات هذه انه ما ثم حد وش بيحبس هكا الكاميون. تحس غريب الموضوع لهالدرجه، يعني الطقس سيء ولا شحنتي زعما محتاجة انها تتصلح. لحظة شباب ليه شحنتي نظيفة جوها طيب ماهيش مضروب، خطر السرعة حسيتها غريبة شوية والشحنة تكبش يعني في الطريق تحبس تمشي وتحبس ماهيش تمشي بطريقة جيدة، غريب شوية الموضوع.
يمكن من الثلج، يمكن من الثلج شباب، واحنا مانيش مستنسين نسوقوا في الثلج، اكيد الثلج باش يخلي السرعه تبطا، على خاطر باش تولي ماكش تمشي بطريق ايزي يعني على طول فقط تمشي وتدور العجله، العجله باش تولي تمشي وثم حاجه توقف فيها على السير اللي هي الثلج، فهمتني؟ طبعا احنا في فرنسا، اللي يعرف هكا المدن ذي والكل طبعا عملوا نظرة، اكيد راه ثم شكون منكم يعيش في فرنسا، خاطر عندي برشا فيوز تجيني من فرنسا، ومش برشا يعني كيكو برا يعني هنا خلق الفيوز نتاعي ضعيف، هذاك علاش صديقي لازمك تحط لايك، تحط لايك باش الفيوز تعلى، فهمتني؟ التفاعل الكل كي يزيد التفاعل تزيد المشاهدات، عندي مشاهدين من فرنسا اكيد الكل هم عرب، متاكد انهم عرب، خليني نغير اضواء تغيير الاتجاه. ما ثماش شكون جاي في الخلف يعني نجم نتجاوز، وهم متوقعش اني نجم نتجاوز على خاطر السيارات هم خلقه سريعين. يلا توا لازم نرجع للطريق الايمن، اضواء تغيير الاتجاه وارجع للطريق الايمن. نايس، احلى زميل احلى زميل. اوكي نتجاوز مره واحده ما نرجعش توا، فرج بسم الله ما شاء الله. الثلج يعجبني الثلج هكا، الطقس رود كي يبدا طقس بارد وفما الشمس ما يعجبنيش الطقس، انا نحب يبدا طقس يمطر يا لي معنا، ما نحبش البرد بلاش. اوكي شو شو موجود لون، شوف 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 المشاكل كالعاده كالعاده، لازم عمره مهيب ما يوصل هكا حموله في دوله يعرفها ولا ما يعرفهاش وما تصيرش مشكل، لازم المشاكل دي ما تتبع فيه مهيب. نايس شباب نايس، لكن عندنا حلولنا وكذا وداني، هو المفروض ان نكملوا في في الطريق على طول معناه ونشوفوا حل اخر منين ندوروا، لكن انا عندي حلول يا صديقي. اوكي نايس، طريق سريع هذا يعتبر. تفرج الشجر كيفاش هكا تغطى بالثلج على طول معناه، قليل ونشوفه هكا فيه شوي اخضار، كله ابيض تحس. اوكي استخلاص اخر هذا، نايس ننتظر ونتعدوا من تحت سهم. اوكي مش موجود هنا سهم ولا سهم، المفيد كان ظهر لكم سهم اخضر تتعدى تحته معناه، فما طريق يبدا فارغ من الطريقه ذيك، هذيك يتعدوا منه العربيات مثلا تاع الاسعاف ولا العربيات الشرطه ولا حاجه، فهمتني؟ العربيات الخاصه ماهوش متاعنا احنا، نتاع المواطنين الطبيعيين ولا سواق الشاحنات، طريق المغادي تعدوا منه كان العربيات الخاص، يعني مش صحيح كانت تتعدى منه، ولا ممكن اذا تعديت منه يمكن يخلصوا عليك اكثر ولا تاكل خطيه، مانيش متاكد منه الموضوع بالضبط، ولا مستمتع على الاخر انا بالطريق، ولا حتى كان يبقى الطريق 1000 كيلومتر مازلت نمشيلو. ما تعديناش على برج ايفل، هذاك مش في بالي برج ايفل، انا احنا في باريس، انا حاط في مخي لي 1000 بالي، ولا ممكن تعدينا على برج ايفل، ما انا ما ركزتش ما نعرفش، لو كان شفتوا برج ايفل شباب في الفيديو قولوا لي. اوكي ريح جانبيه، ريتيه العالم هذيك، العالم نتاع العالم اللي رفرف هذاك، هذيك تعني انه هناك رياح جانبيه، مش معناها رياح جانبيه ما يهمنيش المفيد رياح جانبيه موجود. طبعا السيارات يجروا على بالهم، وبالرغم اللي السيارات المفروض تمشي في عقلها على خاطرها خفيفه، وطقس كمان هكا يعني ممكن يسبب لهم في كارثه. انا صديقي من اول بدايه بدي نمشي بطريق جيد، يعني حتى اذا كان في بعض الاحيان فوت السرعه، لكن مهم يكون نبقى طريقه سياقتي نظيفه. اوكي كالعاده استخلاص اخر، تيعاتي هيا عاد برشا كثرتولها راكم. يلا 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 نتعدى ورا صديقي هذا، اقصد ربي اقصد ربي اقصد ربي، حتى انا خليني بسرعه نوصل الحموله. نايس 13 اورو فقط، اوكي اوكي نايس نايس نايس، ما يعتبرش برشا، وطبعا انا يظهري باش نخلصهم ما همش عليهم هما، ما انا مانيش متاكد اذا كان انا ولا باش نخلص، هو المفروض هي شحنتي انا نخلصها، كان جيت يعني نخدم عند شكون يظهر لي هو اللي خلص، لكن هذه شحنتي يعني. تفرج السيد بكارافان لنا والكل،
ولا نايس هكا اللي يسوقوا هكا. تخيل انسان يبدا في طقس كيما هكا رحاله كالعاده، هنا الرياح جانبيه موجوده رحاله يعني دور هكا والكل وين تحليلي بيت يعني يجي النوم يشوف باركينج هكا والكل ولا مكان نتاع كرافانيات والكل نتاع نجموا يسكنوا فيه يعني عباد. حاب ندور من الجانب هذا تحرك صديقي بالله يفوتني. يا لصاحي تجري يجري اكثر يجري اكثر شوي يدوري منيش في نجم نتجاوز. نحافظ على طريقي وكهو مش ممكن اني نتجاوز. هو انا بطبيعتي يدوري باش ندور على الجانب. اوكي منيش داير على الجانب ماني مكبر في الخريطة مهوش ظهر لي من البعيد. انا نفضل الخريطة تكون هكا يعني باش نشوفها احسن. حتى كان اني نكبر نكبر هكا بالطريقة هذه وندور. خليني ناخو الجانب الايمن لخاطر جاتني لفة على الايمن نقص نقص مهيب. العلامة ذيك يعني مغادرة طريق سيارة طريق سيارة وفاء. اوكي لفة قوية تعتبر وطبعا تضاعف قوة اللفة مع الطقس السيء هذا. يلا 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 والله الشاحنة قلقتني. ما نحبش الشاحنات تبقى تمشي قدامي بالرغم لينا الشاحنة يكون يعني صديقي هذا والكل وكذا، لكن ما نحبش الحقيقة. نحب واحد يمشي على روحي يعني ما يقلقني حد اللي هو يقلقني لين نقلقه. اوكي هو حاجة باهي راك يمشي قدامي شكون فهمتني باش اذا كان حتى نحب نجري ولا حاجة نحشم على روحي ونمشي بشوي. نقص 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 نقص. اوكي او سامحني 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 ما عنديش الحق نتعدى قدامك لكن بالغلط ولا سامحني ما لازمش نتوقف. ماك تعرف شاحنة فقيرة والكل صديقي ذاك هو علاش عنده هو الأولوية انه يتعدى ان شاء الله يكون ما تغشش علي وكهو. اوكي نخذ الأولوية لليمين وعلى اليسار ما ثماش يمين ويسار نقصد رب نايس ندور على اليمين. ومش بالضرورة انك تتوقف يا صديقي خاطر المثلث المقلوب هذاك ماهوش بالضرورة انك تتوقف فيه. تعطي الأولوية لليمين واليسار فقط. اما ستوب اوكي ثم هنا سكة قطار ذات حاجز معناها فيها حاجز معناها سكة القطار هذه مجهزة بحاجز باش تعرضنا في الامام. اوكي وهذه والله نايس تعلمت صديقي والله تعلمت حاجات. اوكي طبعا نجم نتعدى طبعا الخطر ما ثماش اضواء تخدم ولا الحواجز هبطت تتعدى بطريقة طبيعية. وصديقي بليت اذا كان وصلت معي اللحظة من الفيديو تعلمت شوية فازيت هكا تاع كود لاروت يعني كود السياقة تعلم السياقة والكل تعلمت ولا اتاني كيف كراك اذا كان غلطت ولا حاجة صلح لي صديقي. نايس تو باش نلفو من الجانب الايمن اضواء تغيير الاتجاه نكبروا شويه المسافه وندور الخطر حمولتنا نوعا ما تعتبر كبيره. نلفو المقود للاخر ونقص درابي المفروض هكا ندخلوا بطريقه جيده. اوكي دخلنا سلم حمولتك يا مهيب سلم نفسك انت محاصر. اوكي هذه هي مشكلته موثال الشباب يخليني ما نركزش فهمتني ما نشوفش المكان بالباهي لكن هذا هو رفيه يعني تو حاليا. دور 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 عملية التبليص باش تكون صعبة صعبة شوية في بلاصة هذاك ما يوقف يعاوني ويقول لي مثلا قدم ولا وخر ولا عاملهم الكل قاعد السايت عاوني شوي في بالي ماهيش خدمتك لكن عاوني شوي هكا الناس اللي بعضيها فهمتني كيفاه الجيران اللي بعضيها صحيح من الجيران احنا انا تونسي وانت فرنساوي ربي معاك معناها لكن مهما يكون كلنا بشر نعاونوا بعضنا كيف ما انت تو باش تعاوني باللايك واذا كانت نجم تبغى الدعم المادي صديقي يكونوا من الشاكرين. طبعا دعمك المادي يساعدني على تطوير محتوى القناة والكل واسمك طبعا والمبلغ اللي بعثته يظهر في الفيديو الجاي. واذا كان ما عندك صديقي لايكك يكفيني. اوكي نايس دور 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 زعما جي من المرة الاولى انا اشك بين هذا الامر. جي بلادي بلادي واختيني يجي من المره الاولى هي اوكي جت هي لوبي ماي ولد خضراء معناها جت نايس 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 نايس. ولهنا الشباب نكون وصلنا داخل الفيديو وصلنا حموله في فرنسا ومع طقس سيء وبطريقه جيده والكل صديقي نتوقع اني نستاهل انك تعملي لايك لايك شير سبسكرايب صديقي باي باي.